تسلم والدة تشرف المدام تشرف المدام كلها الحوت. السلام عليكم متابعينا الاوفياء، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وبخير، اخبار بخير ان شاء الله. ان شاء الله. جينا في مطلع فاطمه الزهراء كما كتشوفوا، غادي نعطيكم موضوع كامل مضمون. شريف زرقطوني حيد فايزه، رقم من الطبق نبره، المهم هذا الشيء هذا ما نهضروش عليه. هذه الدكتوره جوال مريم، مختصه داك الشيء ديال الحامل ما يخص النساء. المهم حفظت الشحته ديال النهار الحيمات بالجبانه والنفت. وضروري قالت لك تاكل هاد الشيء هذا، يعني ربما غتكونوا فهمتوا الموضوع. شو على بركه الله. شو اسمك؟ يا بسم الله. فايمه الله يرضي عليك. صافي المفروض ديال خاصنا نزاد الوقت ديالنا بحلو. ساكنه هي واحد الجاره حنا ندفعوا الباب. السلام عليكم. ايوا على سلامتكم اودي. على سلامتكم والدة. المدام تهضر في المدام كلها الحوت. مبروك عليك مبروك الوالده مبروك مبروك علينا ولدي مبروك والله العظيم مبروك مبروك العظيم حنايا اللي مبروك والله الوالده مبروك مبروك عليكم واش نسيتها ايوا كاين احساس بان كاين شي حاجه والله كاين احساس انا كنت حاسس دابا غنمشيو دابا نديرو العشاء ان شاء الله اودي ياك حامل احسن دابا ما نهضروش هذا الموضوع تنديرو العشاء ديالنا ان شاء الله واخا الشيء اللي غادي يجي لكم اخبار الخير ان شاء الله هذا كله فيه اخبار يا ربي يا مولانا ان شاء الله يا ربي غنعاونكم نقدم جلبانه واخا نديو جلبانه يا ربي شويه من واش ما بغاش نقول لكم دابا حتى حاجه لا لا شوفوا ورا داو جيب الحلوه علمونا صاحبي علمونا اش بدلت اللفت
كيبقى مسكين بوحدو ولكن دابا حصل ان شاء الله غيكتب لك كتكوت مره مره يعبدو راه ريال مره يضربو مره غندمزو حنا والحسن دابا صافي غنتقاتلو انا وياه غنشد عليا بغا الدراري ديالك سيدي راه كلشي بدا انا ولكن منات حفصه بنتي ان شاء الله غادي يوجد ويكون شوفو نمشي نقولها لتيتي راه مريضه كتموت شحتي ما نعاودكوش الله يلا مسكينه واللي فيه الكلاوي تيصبي فيه والله القسم بغيت بغي هنا الويل الصباح وتشرب على الريح واش نطبخو ولا نطيبو ولا نخويوه عليه المهم داك الماء ديالو الصباح وتشرب على الريح الصباح ودار لك الماء ديالو فشي حاجه هكا شي قرايعه مزيان وي وي داك الماء يعني كل صباح بقيت تشربيه بالنسبه ما سولتش الناس الدراري بعدا تيحاولوا نديرو ودينا لك واحد الوصفه زوينه يعني طبيعي يعني ماشي ديال الدور ماشي ديال الفرماسيا ديال مزيانه ايوا نديرو ها ولدي ديرو صافي مازال كنعرف نصور هكا بزاف والله العظيم كنت صافي كنت ديتو مو قوم ديتو كلشي بلا خليته الدار خويا دابا نمشيو صافي تو خدا قال الوالد ايوا ايوا ان شاء الله بابا اللي ما كيبغيش يمشي تيبغي يعني صراحه راه مسكين بابا ما كيبغيش يمشي بلا من الخدمه المتتبعين والحكم يعني ولا في الدار ولا في التلفازه ولا في صحابو كيمشي للقهوه داكشي علاش ما كيجيش الله الا عرفتي كتبين كتحمقني ديال الفلاحه د عمي وعرفتي الحلوه فيها واحد الحلاوه عرفتي بزاف المهم هاد العشاء اللي تهات عليه حصه والله تنتعاونوا عليه كاملين شي كتقطع بصله شي زبانه ايوا لا يعطيكم راه تستاهل والله العظيم الا فتحنا لكم القلب والله القاسم نهار كبير هذا دابا بالضبط نشريو كادو يا المتابعين البنات وجدوا الدار وداجا والله الا بدا غادي نبداو ان شاء الله توجد ان شاء الله الفرحه الكبيره يا المتابعين ان شاء الله يا ان شاء الله يا بركتي الله يفرحكم ان شاء الله دابا غادي نصيبوا الكاميرا لحقها طريقه ان شاء الله وهنا غادي نعطيكم شي اخبار ان شاء الله لي زبونه اكيد انا حفصه ان شاء الله نقول لكم شكرا لكم المتابعين الاوفياء يعني انا صراحه كانت انا خبر صراحه عجبنا وكنت خديت انا واحد المبادره اللي وقفها يطرها اللي بغيت كاع الرجال الصراحه ياخذوها المهم ما نحطوش في المعارض غادي ناكلوا المكله اللي غادي نصايبوا ان شاء الله يا ونساعدوا وغادي نعاود لكم هادشي كامل من بدايته الى نهايته ونعاود لكم هاد الرحله يعني كيفاش مرات ديال ذاك الملف اللي الصراحه كنت نجيميرا ونمشي في مدينه خليفه عند الدكتوره اللي كانت اصلا تبعت معها فاطمه الزهراء مشيتي يعني عند الدكتوره الله يرحمها دار كانت مسكينه وكانت صديقه عائله ولدي داك النهار اللي ولدت عندها فاطمه الزهراء مسكينه ما عمر داك النهار ما يتنسالي ماشي هذه اللي ولدت لا هذه عند من تبعت ياك اللي ولدت عند الدكتوره حديثه واش انا زوينين يا ولدي زوينين دوك البنات الله يعمرها السلعه المهم عندنا لكم شي اخبار اللي هو زوين غادي ناكلوا هذا الميكرو ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ونخليكم تنتوما تفرحوا معنا ان شاء الله اكيد تبقاو معنا ما تشوفوا
والسلام عليكم متابعينا الاوفياء، رجعنا لكم من بعدنا صايبنا العشيوه ديالنا للحصه. اش كتقولي للمتابعين؟ عندك واحد المتابعين الصراحه تيزيز اليوم، يعني بحال تيتيج بحال الحمد لله. راشد شنو كتقولي للمتابعين اللي فيها تيقولوا حفوصه كذا هذا؟ الله يخطيهم الصراحه، ديما كنحس براسي اميره في وسط المتابعين ديالنا. الله يخطيكم المتابعين، ديما كنحس براسي اميره في وسطكم، ديما كتكبروا بينا وديما كتعطيونا التعليق اللي هي زوينه في المستوى. الله يخطيكم والله الا هادشي اللي كدير معنا باش نردو لكم الشكر القليل وخلي بزاف لكم الصراحه والله العظيم. وهذا النهار احنا عند فاطمه الزهراء، سمعت من ربات الطلب ديالي ودات واحد العشيوه من داك الشرف اللي عرفت تبيع هادشي قربوا ان شاء الله. خصك شهيتي لنا بواد العنب. اه يا سيدي 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 يا بابا. وشكون هذا؟ بابا. هذا شكون؟ سام. هذه حرفيه، انت باش كنقول لها حرفيه. سام. ايوا بسم الله، حنا كنقولوا لها الزهر تي في. ايوا مريقه صغيرة. والله يا المشاهدين يا حبابنا. داك الشيء باللف ماشي. واش البانة؟ شي حاجة. اه. خيالية. حطها لي في الراحة. او انتي مولاي الستار. انا غير وحداكم. وندير واستقيل. خليني شي بركه المشاهدين في الدار ان شاء الله. سيدي راهين الحبيب، اشدوا بدي سير منك، هاك شد مالك. يلا بسم الله، زيد يلا زيد مشي وحدك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اسيدي راهين نسخر عليكم وسير دينا الصراحه الشبكه دينا اللي خاصو شي تحط. سيدي راهين الحبيب مشيو شوف الفويمه كيدايره، اش ديك الفويمه احبيب نسيتو حمو، دو نسيتو حمو عندنا سي ريان. شوف صافي تمشي يا سيدي، شا سيدي ريان. باي باي. يا ريان كتسخر الله. يلا بدا. يلا تحفوصة. ما عرفتيش. ما شاء الله يا سيدي. من داك الشيء الرفيع. ما شاء الله. واحد البويمين عرفتي ملي كتكرف ملي كتكرف. عرفتي غير ريحتها في النص. عرفتي والريحة اللي راه كنتسنى غير فوقاش تحطها. غادي يجي في الكوزينين. شكرا اخويا، شكرا جزيلا، سلم عليا الله يرحم الوالدين، شكرا بلي ما سلم علينا اخويا الله يحفظك، شكرا جزيلا لك على هذا العمل المحسوب اليك، العمل حسن وعمل قيم. شكرا سي شرافي يا وسيم. يا سلام اخويا، صافي يا حسن. شوف الجبانه من تحت. اجا حبيبي عندي، اجا حبيبي. شكون انا؟ عمو. شكون عمو؟ عمو. عمو اش؟ عمو صا. عمو حسن. وشكون هادي؟ صا. حصا. انا حصا؟ شكون انا؟ صا. لا ماشي حصا. طال. 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 طاطا. طاطا. حصا. طاطا اش؟ طاطا صا. ما شاء الله يا بالي. والصراحة يعني ذاك الموضوع الصراحة خصو حلقة خاصة. اللي كنا هضرنا عليه، يعني واحد الموضوع اللي في غايه الاهميه بالنسبه للرجال وبالنسبه حتى للعيالات المتزوجات، يعني غادي نشرحوا شي امور زدنا منهم حنا من تجربه خاصه، وهذا الشيء يعني ما غير معنيش باش نعاود، حيت عنده واحد الفائده كبيره لبزاف ديال الازواج الصراحه اللي هانت هذه بالذات. وانا عندي الجرأة الصراحه باش نقول لكم هذا الموضوع كامل، وغادي تعرفوا ان شاء الله متتبعي الاوفياء هذا الشيء كيفاش غيمشي. إذا استطعنا دابا نديرو راه غنديرو، ما استطعناش غنديرو غدا معكم على صباح. المهم تعرفو الموضوع كامل، وهادشي غادي نقول لكم ودابا نديرو شي حاجة. إن شاء الله خاصك تخرج ديال كلشي. صافي يلاه سير. أنا الصحة ونسى أحلام. عرفت مسبين علاش داك شي أغاني. هذاك ديال أنسى ونسى. ياك. أنسى ونسى أحلامي. وليدة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو هاد القرعه على الوالدات اللي شكي جات؟ والله الا انت ولدي تجي في الاول. لا لا ما شاء الله. الله يعطيكم الصحه والهداه. صور. عندي. هما تشهيو تبنياتي اللي تيتوحموا الله يرضي عليكم.
اللفت كاينه وديروا اللفت مع اللحم وكلوا وبصحتكم وراحتكم ان شاء الله باذن الله يا ربي. واش تقولوا لواد المشاهدين؟ الناس بزاف الصراحه كيدعوا معنا ومازال لكم والو الصراحه باش هاي مازال نشرح لكم ولكن مازال نشرح لهم انتم الله يعطيهم دعوه الخير ان شاء الله. اليوم نقولوا كاين ياسين وسفيان خلاص راهم ربي يخلي شويه على برايه الله الله ان شاء الله ايوا هادشي اللي كاين. استنى فاطمه تعطي شي كلمه. ايوا والله الا عرفتي كنتسناو المتتبعين دابا حاليا كنتسناو غير راح يجاوبونا ويقولوا لنا يفرحونا بشي كلام اللي هو زوين. احترام قبيله كنقلو حصه قالت والله على ليما نقول لكم حتى نقول للمشاهدين نقول لكم حتى نتوما. صراحه كنتمناو شي حاجه ديالكم ان شاء الله يا ربي وكنقول لهم ما كرهتش الفرحه تكون في الدار ديالي ان شاء الله. وهذا الكلام هذا كيما تيتي شهر النهار الاول المتابعين يعني جات عندي غير هكاك ومشينا للطبيب وجات تبارك الله وجات فرحانه وفي الدار ديالي الحمد لله تمنوا هاد الشيء ان شاء الله يا ربي كل خير. داكشي اللي كاين من ماما وهذه هي الشهيوه ديال لاله حفصه وتمنى حتى حنا دبينا يلا دابا كلي كلي قدام المشاهدين اختي بردي لهم القلب يا الله ضربي اللفته تشوعي الله الله وكلها بيدي الله 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 يلا انت حشم الكوزينه كما كتبوا قال له هاي ما بيعملوا عليا ايوا صح لا لا راحتكم الله يطول عمرك يا هي تعرف غير انا وانت دابا وليده تتعجبني ودي انا اللفت ايوا بصحتكم وراحتكم اودي والله يخليك يا زوين زوين زوينه غزاله بسم الله يا ربي. صباح الخير. والمهم في اثناء عقدنا ان شاء الله نتهضروا توضيح في غايه الاهميه في اثناء نقول مرويده الا مع السلامه لما نطولوا عليكم وشكرا لكم جزيلا. بابا عليكم الله يرضي عليكم وراكم عزاز وغالي.